مؤلمة هي الوقائع حين تقتل فينا الأمل، تصفعنا في غفوة انتشاء، ونستيقظ على وقع تخير الأفراح أقراح. في وقت كان يستعد فيه حارس لآخر مباراة له بقميص نادي مارسيليا من أجل الالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي استعدادا لمونديال قطر، كسال مونديال له بعد مونديال روسيا، سيحضر له حارس في مسيرته الكروية. سئل عن الخوف من الإصابة قائلا: à faire attention à pas se faire mal, c'est à ce moment-là qu'arrivent les blessures. Je pense qu'il faut jouer comme si c'était un match normal, se donner à fond, et c'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures. Voilà, rentrer dans les duels à 100% et pas penser à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle arrivera après. Si on doit la faire, tant mieux. Si on doit se faire mal au dernier match, bah c'est le destin, c'est que c'était pas prévu, mais... لم تمر إلا سويعات فقط من هذا التصريح، وفي وقت كان النادي الجنوبي متقدما على مضيفه نادي موناكو بهدف لصفر، وقع ما لم يكن في البال ولا في الحسبان. أمين حارث تعرض لإصابة قوية لم تكن سهلة بالمرة، بل كادت أن تنهي مسيرته الكروية، وليس حرمانه فقط من مونديال قطر. au moment où il y a le contact en fait quand je retombe je vois mon genou qui est voilà qui je vois ma jambe qui est de l'autre côté donc je sais direct que c'est grave mais comme en attrapant mon genou ça se remet en place je me dis que en fait c'est bon ça a juste dû tourner quoi mais pas du tout. ساحر نادي مارسيليا لم يصدق ما حدث بساسة. لقد شعر وهم يحملونه كأنه على تابوت الموتى، وأن مراسيم جنازته بدأ تشيعها منذ الوهلة التي أصيب فيها. لكن إيمانه بالقدر كان قويا، ومنسوب احترافيته كان عاليا. لقد أكد ذلك قبل وبعد إصابته عندما سئل في ذلك المؤتمر الصحفي الذي سبق الفاشعة عن زميل له سيخيب عن مونديال قطر والآخر بداعي الإصابة، فكان رده على هذا الشكل: il est déçu, voilà, c'est je pense que c'est logique que quelqu'un qui a été régulièrement en équipe de France sur les dernières sélections soit déçu de pas être appelé pour la Coupe du Monde, mais après voilà, je pense qu'il est assez professionnel et assez mûr pour comprendre les décisions. وعلى قدر الطموح تكون الخيبة أعمق، فليس سهلا أن ترى نفسك عاجزا عن الحركة وأنت الذي تعودت أن تداعب الكرة صباحا ومساء، وفي كل أسبوع ترقص مدافع خصمك وتمتع الناظرين بسحرك، فتجد نفسك فجأة في حالة سكون، فما بالك عندما ترى أقرانك في المنتخب يخوضون أعرق مسابقة عالمية وأنت الذي كنت تمني النفس بأن تكون حاضرا فيها. السلام عليكم، voilà c'est Amin Harith, j'espère que vous allez bien. voilà ده ميساج لكاع المغاربة وكاع لي بيرسون ان جينيرال. بغيت نقول لكم غير شكرا بزاف على لو سوتيان اللي جاني هاد لي ديرني جور. الحمد لله عطيتوني واحد لا فورس اللي كانت نيسيسير بور موا. وراو شكرا 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 كاع المغاربه والجميع لي بيرسون اللي سيفطوا لي دي ميساج اللي دعوا معايا. ورا كنقول لكم بان راه العمليه الحمد لله سا سي بيان باسي، عندي ان لون شومان دابا قدامي ان شاء الله باش نعاود نرجع لي تيغان، ولكن غادي نخدم ان شاء الله باش نرجع للمستوى اللي كنت فيه قبل ما نهاد لا بليسيغ ان شاء الله. يلا الله يعاون وميرسي بوكو. غاب ساق حارث عن قطر فحضر قلبه مع وطنه، وبعكزي ظل مساندا لرفقاء دربه. ويا له من شعور يا حارث، شعور زاد عندما التقى صاحب ضربته
إنه ديزاسي مدافع موناكو عندما واجه المغرب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، لكن أمين كان مبتسما وراضيا بقدره، لقد جسد الروح الرياضية واقعا. أمين حارث، وبعد نجاح العملية ولله الحمد، أفشى ما دار بينه وبين طبيبه الجراح، حيث كشف عن تفاصيل العملية التي أجراها بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها. وذكر أمين أن شخصا متوفيا ساهم في إنقاذ مسيرته الكروية، وأن الطبيب الجراح زرع أربطة مأخوذة من شخص ميت تم تجميدها مسبقا من أجل إنقاذ مسيرته الكروية، أمر أخذه حارث بروح الدعابة قائلا: أتمنى أن تكون لهذا الشخص قدما يسرى جيدة، ولم لا أن تكون قدما كقدم ليونيل ميسي. انطلق الموسم الكروي ولم يكن أشد المتفائلين يعتقد أن أمين حارث سيعود أفضل مما كان عليه، لكنه جعل الجميع يقول رب ضارة نافعة. لقد أبهر مسؤول نادي مارسيليا، وكأن الخالق عز وجل جزاهم على فعلهم. الفعل هنا هو أن مارسيليا جددت مع حارث وهو مصابا، وأي إصابة هذه يا لوام، وكأنهم اشتروا سمكة في الماء. L'ovation que j'ai reçue à mon retour face à Leverkusen, c'est des choses qui sont difficiles à décrire. Voilà, c'est des émotions très fortes. J'espère qu'il va revenir encore plus fort, et ça, j'en doute pas. Harit, on l'aime. Et voilà, on représente. Il représente Marseille, il aime Marseille. Harit pour toujours, comme Jules. Amin Harit, je t'aime. Tu es mon joueur préféré. On t'aime, Amin. سمكة حارث بعد خروجها من الماء بدأت تسيل لحاب الحاضرين والمارة، وكانت عند حسن ظن مسؤوليها بمهاراته السحرية وبلمساته الخرافية وتمريراته الميليمترية، جاعل جينارو كارتوزو أن يشبهه بزميله السابق في ميلان، إنه أسطورة الكرة العالمية ريكاردو كاكا. Un petit ballon pour Sanchez. Cet extérieur magnifique de Amin Harit. Allez Amin, le petit crochet. La frappe, oh la claquette. Il va chercher Amin Harit. Il est bon ce ballon pour Amin Harit dans la surface de réparation peut-être. Amin Harit, il est passé Harit. La frappe. Amin Harit, في موسم وهو عائد من إصابة خطيرة، استحوذ على الرسمية طولا وعرضا، وبدأ يوزع في الهدايا على الزملاء والرفاق. أولها كانت محليا أمام ميدز، وبعد هديتان أمام آياكس قاريا، ثم واحدة في نفس المسابقة أمام برايتون، ومثلها محليا أمام لوهافر، ليأتي الدور هذه المرة على المستوى الدولي، لكنه كان هو المتلقي. من هنا البداية ومن هنا أصل الحكاية. مجهود رائع حكيمي، انطلق راوغ، حتكون ممتازة. وبمجرد ما عاد لفرنسا سجل على رفقاء نور الدين أمرابط، ثم عاد أمام آياكس، لكن هذه المرة ليس موسعا بل مسجلا، ليختم حصيلته بهدف في شباك كليرمو. أخذ معه جائزة رجل المباراة، وفرض نفسه في التشكيلة المثالية للأسبوع. ابن المملكة المغربية أجرى حوارا مطولا مع إحدى الصحف الأجنبية، تحدث فيه عن عدة نقاط ولعل أبرزها إنجاز المغرب في مونديال قطر، حيث قال وبالحرف الواحد: سيذكر التاريخ دائما أن المغرب كان أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. كما سئل عن المنتخب الجزائري وقال عنه:
هناك الكثيرون الذين لا يأخذون الجزائر على محمل جد لأنهم لم يقدموا مستويات كبيرة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة ولم يتأهلوا لكأس العالم، لكنهم فريق لا يستهان به. هذا غير معقول، هذا غير معقول، هذا غير معقول، هذا غير معقول. الكاميرون تعادل، الكاميرون تعادل. أما بخصوص المرشح الأول في نظرة أمين حارث، كان هو المنتخب السنغالي على اعتباره حامل النسخة الماضية إضافة لمنتخب الكوت ديفوار لأنه صاحب الأرض والجمهور. عموما إن خشونة المنتخبات الإفريقية وتدخلات الاندفاعية المتهورة مع طبيعة لعب أمين حارث ورغبته في الدخول للمساحات الضيقة كلها مؤشرات صراحة لا تبشر بالخير أبدا. كأنك تلعب بكأس زجاجي في الهواء وفي أي لحظة قد يسقط. لذلك حبذ أن يتفادى حارث الدخول وسط الزحمة واللعب بأسلوب السهل الممتنع، لأننا بكل بساطة نحن بأمس الحاجة لهذا الفنان.